مرحبا بكم. الجفاف يضرب العديد من دول العالم من بينها الدول العربية. الجفاف في سوريا. سوريا مهددة بالجفاف خاصة في الشمال الشرقي السوري وأيضا الفلاحة بعدما خفضت تركيا منسوب من نهر الفرات الذي يمر من تركيا عبر سوريا إلى العراق. جفاف نهر الفرات وانخفاض منسوبه بشكل كبير أثر على سوريا والعراق لأن تركيا أيضا تعاني من نقص كبير في المياه، لهذا خفضت هذه النسبة لصالحها. الجفاف بدأ يهدد سوريا وعديد من الدول الأخرى، والمشكل كله مطروح حول المنتوجات الفلاحية التي ستتأثر بشكل كبير. فهذا هو نهر الفرات، الصورة على اليمين والصورة على اليسار، الصورة في الأعلى والأسفل فرق كبير.